بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بدأ خلق العالم بهذا الاسم الكريم. نبدأ حلقة اليوم باسمه العظيم، الحمد لله الذي وهبنا هذا اليوم الجديد تمكن من العمل والتقدم لتحقيق الأهداف. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع مهم ومفيد للجميع، لذا فلنستعد ونستمع بقلوب مفتوحة وعقول واسعة للحديث عن هذا الموضوع. فنتابع معا ونبدأ بسم الله. في هاي الحلقة راح نتعرف على الدراسات والأبحاث اللي تأكد نسبة ضرر والآثار السلبية على الإنسان بشكل عام، وأيضا راح نتعرف على الآثار والأضرار النفسية والجسدية والعقلية والجنسية، وراح نتعرف على الآثار المدمرة لهاي العادة على الطلاب خصيصا، وأيضا راح نتعرف على الآثار المدمرة لهاي العادة من خلال دراسات اللي صارت في علوم النفس وأيضا في علوم الأعصاب. أتمنى تتابعون الحلقة للنهاية وتكتبون ملاحظاتكم وتستفادون من هاي الحلقة. أهلا وسهلا في تحدي تخلص من العادة السرية المضرة والمكروهة، وهاي الحلقة هي المقدمة في هذا التحدي اللي راح يمتد لمدة 21 يوم. وفي هاي الحلقة يتبينكم الأبحاث والدراسات اللي صارت على هاي العادة، وشوية شوية مهوى نتعرف على الأضرار الجسدية والعقلية والذهنية لهاي العادة المدمرة للشباب. شوف، حسب الأبحاث والدراسات يقول لك 13% حسين من الأبحاث اللي تصير على الإنترنت هي حول المواضيع الإباحية، خلنا نقول هي تبحث عن قنوات الإباحية. 13% زين، 13% متواجدين في الانترنت هدفهم ان يحصلون الافلام الاباحيه. 50% من المراهقين بين سن 16 الى 21 يعانون من عجز جنسي. 21 سنه عنده عجز جنسي، ما عنده امكانيه جنسيه، يعني ما يقدر يؤدي مسؤوليه الزوجيه مثل ما نقول. زين، هاي النسبة كانت 2% سنة 2000. 2% من الشباب عندهم عجز جنسي مشاكل صحية. لا، ب2006 من بدت هاي المواقع بعد تنتشر هواي وصار سهولة الوصول إلها اللي راح نذكرها، صار يعني كل سنة تقدر تحصل أمور، بدت النسبة ترتفع إلى نسبة واصلة يقول لك 50% من الشباب هذا عجز جنسي. أقول لك ليش هسه. و 35% من الأشخاص اللي يعبر سنهم الأربعين يعانون من عجز جنسي. هاي النسبة كانت قليلة بس قام تتأثر، يعني يقول لك حتى يعني هاي النسبة تكد من عدة، خلي على في الموقع ما أقول لكم شيء اسمه، شفت إنه حتى أكو أشخاص يعني عبرهم يعبر 45 سنة جاي تبحث على هاي المواضيع. تنقرض البشرية. زين، اكو ادوات تحليليه مال التسويق بس تقدر تستخدمها كبحث اجتماعي كدراسات اجتماعيه، تشوف هاي الامور حقيقة هاي الدراسات. زين، فإذا عندنا 50% من الشباب يعانون من عجز جنسي، وعندنا 35% من الأشخاص اللي يعبر عمره 40 سنة يبين عليهم آثار العجز الجنسي. عندك 99% من الشباب مر عليهم مشاهدة الأفلام الإباحية من الذكور، من النساء عندك 75%. 99% من الشباب الذكور مر عليهم مشاهدة أفلام إباحية. مر، يعني شافوها. اسمع هاي دراسة. عندك أستاذ أو خلينا نقول دكتور سايمون لاجونيس من جامعة مونترال راد يسوي في الدراسة يشوف شخصية الشباب بين الشخص اللي يشوف الأفلام الإباحية والشخص اللي ما يشوف هاي الأفلام الإباحية، يعني يشوف يعني يسوي مقارنة بيناتهم. المفاجئ اللي صارت بهاي الدراسة ما قدر يحصل شباب متشوف أفلام إباحية، فالدراسة انلغت، كنسلت الدراسة وهذا البحث انلغى تبلش، لأن ما حقق شروطه إنه أنا أجيب مجموعتي، المجموعة الأولى متشوف أفلام إباحية، مجموعة ثانية أجيب. شاف طلاب اللي موجودة بهاي الجامعة جامعتهم كلها دا تشوف. النسبة 1% بالعالم كله، فما يجيهم أصلاً. زين، هل درجة يعني ده يقول لك هاي الشيء ده ينتشر
زين تشروا، واني الحلقات القادمه اطلع لكم نسب واقعيه انا اسويها لكم واقراكم اياها، تشوفون هاي نسبه مشاهده، يعني هذا اللي خلينا نقول، هذا شاف هذا الخط مال النسبه مال التحليل، حاله صعود حسين سويت انا ضل صاف، هذا الموضوع ما راح اتكلم به، بس مين شفت هاي النسبه جاي تصعد، يعني هاي مشكله، واحد لازم يطلع يحكي عليه، يعني يسوي في التحدي قوي وحقيقي زين، فهاي الحاله دا تصعد ما جاي تنزل، راح نذكرها ليش؟ الذكور نسبة بحثهم على هاي المواضيع 6 أضعاف من النساء. زين؟ وأيضا هواي دراسات صارت يقول لك الشباب بين العمر 30 إلى 35 سنة رافضين فكرة الزواج بسبب هاي العادة، بسبب هاي الحالة. من يريد لا يتزوج ولا يكون عائلة ولا يريد يكون مسؤول، لأن يقول لك شو يسوي بيه؟ هاي المناهدة حصلت بشكل مجاني، راح يسأل أذكره ثانية قد ما ما هذا الشيء موضوع حبيته ويعني تفاجئت به، فهواي الأمور يعني تحشي لي قدام. يقول لك في المواقع الأباحية 75% من المشاهدات للرجال، 25% للنساء، بس من يوصل الشغلة أو الحالة إلى عملية دفع، هاي المواقع الأباحية بيها عمليات دفع اشتراكات خاصة بي اي بي مسوي لهم، ف يقول لك البطايق اللي يدفعوها 98% من هاي البطايق تعود للرجال، 2% من عندنا تعود للنساء، وانا اقول حتى هاي 2% ما تعود للنساء، هذا ماخذ بطاقة امه استغفر الله مرته ليشتري هاي الامور. صحيح زين، ما دام نسبة قليلة يعني ما تقدر تقولها للنساء. اسمع هاي، الأطفال اللي عمرهم بين 8 إلى 10 سنوات يشوفون لوحات الإلكترونية أكثر من الجلوس في المدرسة، يعني هذا الطفل اللي عمره بين 8 إلى 10 سنوات عنده آيباد، يأخذ موبايل أمه، وسحن ندري الأطفال أذكياء، يعني هذا الموبايل حتى لو طفله إذا وقف وراه شاف رمز حفظه من أول مرة، تعوفه دقيقة يشوف قاعد يلعب الموبايل، من تخلي يلعب بالموبايل يطب على المتجر، طب على بلاي ستور، على جوجل بلاي، ينزل لك الالعاب اللي يريدها ويلعب. وانا كلش 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 زين نعرف بين هسه صاير في الظاهر مو حلو، وانا ذاك يوم راويتك على فتح حلقه باليوتيوب قلت لك تعال شوف هذا الاعلان، قلت لي شنو؟ قلت لك ركز على الاعلان، لعبه كانت، بس شنو من لعبه كانت؟ اباحيه كل الاطفال يشوفها زين، وهو اعلان، وهذا يوتيوب ما يهتم، هذا الشيطان ما يهتم، يعني ما مهتم هاي الامور. ونفس الحال الفيسبوك انستغرام، لان هاي التطبيقات اعلانات على الفيسبوك انستغرام، انا كخبير ومستشار في فيسبوك اعرف ان هاي الاعلانات تنتشر عادي جدا عاديه، لان هو اليوم من يستهدف؟ يقول لك اوكي هاي الاعلانات ما تصير للاطفال، انا استهدف بها الكبار، بس هو الموبايل، انت هذا الموبايل بيان، هذا الموبايل انا هواي امور بالتسويق مخفيه ما حد يحكيها، بس احنا من نشتغل ندري هذا الموبايل، انت ما دام منزل تطبيق الفيسبوك والانستغرام وغيره كل بياناتك موجوده عندهم حسين. تدري شنو البيانات عندهم؟ يعني على سبيل المثال شركه الامازون، شركه الامازون ب 2014 بدات تكتشف المراه ايش وقت تصير حامل وهي بعدها ما تدري. قبل يعرفون هاي حامل، فيبدون يعرضون عليها اعلانات مال اطفال، غرف مال اطفال، غرف مال ولاده، هالشغله صعبه شلون؟ بيانات وتحليل، هم ما دام يفلوس سووها زين، بعد شي يسوون؟ ما يعرفوها لها الزوج، يعرضون بعد لومها للبيبيه، يبدون يعرضون لها هدايا، لازم صديقات المغاربات يعرفون وحده، يبدون يعرضون لها هدايا، يعرفون زين. فيعني اذا اوضح لك بين هم كل بياناتك، مو كل بياناتك والله، حياتك كلها بيتهم، حياتك كلها بدون يعرفون عليك كل شيء، شو وقت تنام، شو وقت تقعد، يمكن انا اسوي لها فتح حلقه على هذول زين. فالقصد انه كل بياناتك موجوده عندهم، وصدقني حتى يعرفون شو وقت ابنك يكمش الموبايل بيده يعرضون عليه هاي الاعلانات. تقول ليش؟ اقول لك ليش. يقول لك متوسطة مشاهدة الأفلام الإباحية يبدأ من عمر 11 سنة، متوسط 11 سنة، يعني أكثر الأطفال اللي يبدون يشوفون الأفلام الإباحية عمرهم 11 سنة وفوق، فتصور من هو صغير كان مش بيده
الجهاز يلعب على يلعب الالعاب. احنا عندنا فد شيء بالتسويق العصبي، تسويق مبني على علوم الاعصاب. عندنا فد شيء يسموه مثل بناء وعي، بس بناء وعي عصبي. بان احنا اليوم نعرض عليك مجموعه من الاعلانات بشكل لا واعي، بس انت من يصير وقتها راح تنجذب لها لا اراديا. واذا سالتك قلت لك هذا الشيء ما شفته تقول ما ادري، بس انا عارض عليك اعلانات بدون ما انت تنتبه. يسموها اعلانات توجه العقل الباطن. يبدون يبرمجون عقلك الباطن على مجموعه من الاعلانات بس انت ما منتبه لها. من يصير وقت يصيدوك مثل السمكه من يخلوها بحوض هاي الاحواض الاصطناعيه ويطوها اكل وهي تسمن بعدين يصيدوها. فهاي مجموعات الاعلانات حتى انت مثلا انت صغير عمر 7-8 سنوات يقول لك ما افتهم وما عدا الغدر الجنسيه، بس هي هاي تحضير. يبدون يبرمجون عقل الباطن لان يدرون الشركات هاي الافلام الباحيه بين هذا الانسان صار عمره 11 سنه كنت نستفاد من عده بعد زين. فيبدون انت وصغير يبرمجون عقل الباطن من صار عمرك 11 سنه وقاعد بالفخ. بالنتيجه ايش يصير؟ تبدا تتفاعلهم. حتى لو بتتفاعلهم فهاي الشركات انتاج الافلام الباحيه حاله من حال شركات المخدرات. شو تسوي؟ تعطيك منتجات مجانيه. شايف تاج المخدرات شو يسوي لك؟ ما يبيع لك بالبدايه، تعال جرب هذا انت عيش اخوي، روح شوف العالم او في الدنيا او في القهر، نسى العالم هاكاي هاكاي هاكاي. صرت انت مدمن وراح تروح شو يقول لك؟ خلاص فتره مجانيه حرك جيبك. تقول له لا تحرك جيبك. هاي امور نفس الشيء يغديك 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 بهاي الافلام الباحيه، شركات اللي تصنع الافلام الباحيه، بعدين يقول لك تعال اشترك واشتركوا. السبب اللي ناس تنجذب لهاي الاشياء الباحيه اول شيء الخفاء والسريه. يقفل الباب ويقعد براحته يسوي اللي يريده، سواء مو واحد رب العالمين ده يشوفه زين. بس تجيب العقول اللي تفتهم انه رب العالمين ده يشوفه. بالعالم يقول لك اني اغرق لك من حبل وريدك، هو ما والله ما ادري. بعدين رخص الثمن بلاش عشان اخبط شعبة يقول لك تعال انطق فلوس بس اشوف. مو يسووها والله حسين، اذا بدت مبيعاتهم تنزل مشاهدات تنزل يسووها، ولو ما بدت تنزل ده يصعب. بعد الجرأة في المادة، تنعي شنو الجرأة في المادة؟ يعني يعطيك اشياء ما موجودة بحياتك الواقعية. هاي عمليات التجميل وانواع من قصص تسوي لك وافلام وسيناريو خاص، اي هاي الاشياء يقول لك ما موجوده بحياته، فيعطيك في الجرأة زايده في الموضوع. بعد انت تقول واو هذا السبب يصير عندهم عجز جنسي، وهذا السبب مين يجهم علاقاتهم الزوجيه، لان هو يشوف اشياء مصطنعه مو حقيقيه. بس من يتزوج يصور بان هذا الشيء موجود بالزواج، لا هذا الشيء ما موجود بالزواج. الزواج شيء طبيعي نعمه من رب العالمين، هذين امور مصطنعه. زين مثل العنب اللي تاخذه تسوي خمر، عنب مو خمر، بس هم ياخذوه يحولوه بشكل حرام، فهاي الامور ايضا يحولوه بشكل حرام إلى تأثير. بعد تقبل المجتمع لها، واحد من الأسباب اللي تنتشر. ليش تقبل المجتمع لها؟ يعني شباب تنشر بيناتها، تنشر بيناتها زين، سهولة المشاركة كل سهلة، يرسل هذا على الواتساب على التليجرام جروبات كل هاي الأمور زين. وأصلا هسه جت فترة يعني شلون اقول لك اياها، انت هاي الامور الباحيه مو تشوفها بالمواقع، تشوفها بناس دور شهره واحد يلبسون او يسوون فد عمليات خاصه بجسمهم، يسوون فد اغراءات خاصه بحيث هي توحي لك بلا باحيه. فانت هو هذا من تشارك ايش صار؟ انت من اقول لك مشاركة تقبل المجتمع عليها، ما اقصد اللي تروح بالمواقع الاباحية، لا تقدر تفتح الانستغرام تفتح السناب شوف هاي الامور موجودة زين، عليها لايكات عليها تعليقات، لان هذا يعطي لايك شنو يعني؟ رافض الفكرة؟ طبعا انا اليوم انشر محتوى ما حيعطيني لايك. شوف هاي الامور لايكات دق
تعليقاتك مشاركتك نعم المجتمع يتقبلها، المجتمع العربي كله يتقبلها تتنتشر. بعد بها عوامل الإثارة والتهيج اللي هاي أبسط شيء، كوم عمليات كوم فلوس كوم تصوير، ليش لأي غرض؟ هو هذا يدفع لك الإثارة والتهيج حتى هذا الدوبامين ينفرز بجسمك ويسوي لك نوع من الإدمان. هذا الشيء يسوي إدمان، قابلية إدمان بهذا الأمور. لو ما بيها إدمان كان الناس تتركه، بس ليش ناس ما تتركه؟ قابلية إدمان. قلت لك فترة تجريبية مجانية بالبداية، يبدي بك انت وصغير يسوي برمجة لعقلك الباطن، بعدين جهزيت انت بعد صرت مثل ما يقول منتج جاهز وصيت للبلوغ، تعال يا عيني هم يطيك يغذيك هاي الفترة انت بعدك مثل ما نقول ما عندك مصرف يغذيك، يقول لك ولا يهمك ما عندك فلوس تعال شوف ذني المجانيات يغذيك انت بعد صار عمرك 18-19 سنة، صار عندك فلوس، صار عمرك 20-22 سنة، يصير موظف صرت عامل، تبدي تشترك الباقات المدفوعة مالتهم، وهو مستثمر بيك بدون ما تحس. هسه خلنا ناخذ الآثار المدمرة لهذا الشيء. هي التحدي يعني بالبداية يخرب هايسكم بالحياة، زين هلق في حلقتين ثلاثة أبين لكم الآثار المدمرة لهذا الشيء حتى تقتنع بأن هذا الشيء لازم تعوفه. زين أنت اليوم تروح الدكتور، هذا الدكتور يقول لك انت مثلا انت سمين، يقول لك انت لازم خلال شهر تنزل وزنك او تموت، هذا قلبك يوقف من هذا وزنك الزايد، راح تنزل وزنك. انا هسه كم يوم هالحلقات اللي تشوفوها اريد اخرب بوهسكم ايش قد ما اقدر، اريد ادمركم بكلامي حتى تقتنعون بان هذا الشيء بده يقتلكم، حتى تقدرون تتخلصون من عديش وقت ما فهمت بان هذا الشيء بده يدمرك وبده يأذيك. شفت الدراسات والابحاث اللي تصير على هاي الامور راح تقتنع تكمل وياي التحدي. وهسه اللي اتوقع معدي يعطيك اي حلول، هسه لا تنتبه وياي و تتونس الشيء اللي يصير بجسمك اللي ما منتبه له. اولا شوف هو هذا بي ثلاث تاثيرات سلبيه، لا تتوقع اقول لك شيء ايجابي، لا تاثيرات سلبيه، بيها تاثير سلبي جسدي وذهني وعقلي. خلينا نشوف تاثيرات، ها هو بتاثير يعني على صحتك الجنسيه، خلينا نشوف تاثير الصحه الجنسيه. اولا يصير عندك التهابات بالجهاز التناسلي، زين، ويصير عندك التهابات بالمثانه، ويصير عندك عجز جنسي. شنو يعني صار عندك عجز جنسي؟ يعني خلاص انسى فتش اسمه الجنس حقيقي، يعني حتى وايد دراسات وايد ابحاث يعني وايد اشياء غيرت. انا اليومين دي اطلع وايد اشياء غيرت ما لحقنا احكي. واحدة من دراسات وابحاث يقول لك حتى اكو ناس تتزوج بس ما قدرت تخلص من هذا الشيء، يعني يدخل في علاقة بيه زوجته تفتهم عليه ما يقدر يؤدي الوظيفة، ما يقدر، خلاص تعود على ذاك الشيء انتهت حياتك. راح ياخذ من عندك وايش، هذا واحدة من الامور راح ياخذ من عندك شلون يعني زين. المهم يعني حياتك الجنسية تنتهي انت صار عمر 30-35 سنة، تنتهي بعد. حتى يقول لك شباب وصلت مرحلة الانتحار، شنو انت حياتك اذا انت تقدر تؤدي وظيفة جنسية؟ لا تقدر تخلف، لا تقدر تتونس، زين يعني ما ادري زين عمي يعرفوها شغلة. الشيء اللي هواي من الشباب يقولون لا هذا الشيء ما موجود، بس هو موجود حب الشباب. هواي اشخاص تقول لا هذا حب الشباب مو من هاي العادة، لا حبيبي هاي الدراسات تقول لك هاي حب الشباب من هاي العادة. فاذا شو واحد عنده حب الشباب لا لا من يا عمر يعني ها؟ شنو؟ حب الشباب هو انت من تبدي بعد تدخل بهاي الحالة يقوم يأثر عليك. المراهقين منتهي من عده، المراهقين منتهي من عده. هسه خلنا نوصل للآثار السلبية على العقل. أول شيء يسوي لكم إجهاد، تعرفون يعني إجهاد؟ يعني أنت كل شيء متسوي قاعد بس تسوي هاي العادة بس تعبان، تعبان كل شيء ما يسوي بحياتك، ها لا شغل لا عمل لا دراسة، بس ما دام عندك هاي العادة يصير عندك في شيء اسمه الإجهاد، دائما تعبان ما بيك حيل، بعد عندك قلق توتر ما تدري ليش، عندك قلق توتر خايف ما تدري ليش يصير بسبب هاي العادة. بعد بالليل ما تقدر تنام، تريد تنام بالليل ما تقدر، ليش؟ بسبب هاي الحالة، بسبب قلق توتر،
يبيك جهاد تعب تروح تنام ما تقدر تنام. فهواي اشخاص شي يسوون يرجع يمارس هاي العاده حتى ينام. جاي يسوي بعد يسويك الاكتئاب. وانا شريت 3 حلقات عن الاكتئاب قلنا الاكتئاب يوصلك للانتحار. هذا الكتاب يوصلك انتحار. الكتاب ترى مرض نوع مرض عقلي يصير ووصلك للانتحار يخليك تنتحر. بعد ينزل من حيوية الذهنية والعقلية. تدري شنو يا عزيزي يا طالب اللي دا تشوفني من اقول لك ينزل من حيوية الذهنية والعقلية؟ يعني تقعد تدرس ما تقدر تدرس، ما تقدر تفتح الكتاب قريت ترجع ما تقدر ما تقدر. تدري شنو تقدر؟ يعني اليوم انت تجيب سيارة، تجيب سيارة تطلع تروح بغداد من بصر لبغداد تخليها بيها بنزين تشتغل ما تشتغل، ترجع شوف البنزين ما هو شنو ما راح البنزين لان انت خليت بيها بنزين. هذا نفس الشيء ويا عقلك، تجيب عقلك وتسوي هاي العاده طايحه بها، بعدين تروح تضرب لي عسل تروح ما ادري شو تسوي تاخذ مغويات تدرس ما تقدر. معادله رياضيه تقول هيك اوكي فهمت حلو سهله ها وراحت ماكو عقلك بنشر سيارة ما بيها تايرات مش لان تمشي. وهذا يسوي بالعقل. فهسه خلنا ناخذ على الآثار الجسدية. واحدة من الآثار الجسدية هي ارتفاع الأحماض الدهنية في الجسم. تيجي شنو يعني ارتفاع الأحماض الدهنية؟ يعني قبل يضرب قلبك أي الأحماض الدهنية من ترتفع يبدي يأثر على القلب، يصير عندك خفقان، يصير عندك قلق والتوتر، وهذا القلب يصير فيه مشاكل. مين يدزلك الأكسجين للعقل؟ من مدزلك الأكسجين للعقل يعني هم صار عندك تشتت وفقدان التركيز وانتباه ما عندك، ذاكرتك ضعفك وما تقدر تنام. بعد يفرز جسمك الإنفرين. الإنفرين شنو هذا الإنفرين؟ هذا يأكل التستيرون. إحنا هذي هرمون الذكورة هو التستيرون. التستيرون هو اليورانيوم من جسمك. تيجي إذا ما عندك تستوستيرون يعني ما عندك مادة نووية، ما عندك اليورانيوم، ما عندك طاقة. تشوف يعني أنت بهاي الحالة بهاي العادة جاي تنزل من طاقتك، تنزل من حيوية جسمك وتقضي على الهرمونات اللي تريدها في الدراسة وفي العمل وفي الحياة، ودك هواي أمور ثانية تبدي تفلشها اللي تفيدك في مستقبلك في زواجك. والويش الويش شوية أفلام طايحة بها. نشوف تأثيره على الطالب. يعني بما أنه أكثر مشاهدات القناة للطلاب فأيضا يعني سواء دراسة وابحاث للطلاب. قلنا أول شيء نزل طاقتك، الطاقة الذهنية والعقلية ينزلها. من نزل عندك الطاقة الذهنية والعقلية التركيز تسوي له باي 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 باي. لا تجي بالخاص تقول أستاذ ما تركز بالتعليقات ما ليش تكتب لي. أنت ما دام عندك هاي العادة التركيز تسوي له مع السلامة تركيز بعد ماكو. بعد قوة التعلم تنزل عندك. قوة التعلم يعني من تريد تتعلم أشياء جديدة تحس كلي صعبة، ما أقول لك تقدر بس كلي صعبة كلي صعبة. بعد وقت الدراسة عندك يضل هم تركيز ما عندك، قوة التعلم عندك صفر، شيء أكيد 100% وقت الدراسة عندك يضل. شوف هاي العادة السرية يطلع على القسم الأمامي من الدماغ. هذا القسم الأمامي هو المسؤول عن التركيز والانتباه والتعلم. تجي تفلشة. بعد شي يصير وياك يا عزيزي يا طالب؟ تحس بالعار والذنب. نساني ما أريد أطلع حلقة ويمكن احتمال أطلع حلقة على الذنوب وشوي خوفكم أكثر. شو نقول حسين نطلع؟ نسوي لكم فد بحث على هذا تدلونون، نعطيكم فد حلقه على الذنوب اللي تسووه شلون ياثر على حياتكم. فهذا تاثير العار والذنب شو يسوي بك؟ ينزل ثقتك بنفسك. تعرف شنو يعني اذا نزلت ثقتك بنفسك وعزه نفسك اذا نزلت انتهت. انتهى الانسان حسين اذا ما عنده ثقه بنفسه وعزه نفسه. كل شيء تقدر تسويه. وبالمرتبه الاولى يضرب علاقاتك. علاقاتك الاجتماعيه يفلشها، انت اليوم اذا ما عندك ثقه بنفس بتقدر تكون علاقات صحيحة، بتقدر تكون علاقات اجتماعية صحيحة. تدخل للجامعة بس ما عندك ثقة بنفسك انه تروح تصارح اللي انت معجب بيها. مو هواي اشخاص يروحون للجامعة وينعجبون بهواي ناس اخرين، شباب ينعجبون بالشابات بس هذا لان ما عنده ثقة بنفسه من ده يصارح؟ راحت عليك فرصتك. ليش بسبب هاي العادة؟
يب سبب هاي العادة إيش بيك حسين إيش تسوي إيش براسك هاي العادة من تمارسها راحت عليك هاي فرص فرصك ضاعة شنو حياتك أنت إذا ما عندك أهداف وما عندك فرص ها متجاوب موتتنا شلون أنا عشان شلون حسين هاي عشان لك الحقيقة المرة زين هسه بعدنا ما بكمل احنا حسين حبيبي عندنا بعد دراستين عندنا دراسة علوم النفس وعلم الأعصاب هدني ما أنا خالين بالأخير الدراسة اللي صارت في علوم النفس يقول لك داكو دراسة صارت 2016 أخليها لكم بالوصف تقروها يقول لك هذا الإنسان اللي يدمن على هاي الأمور يصير عدله عزلة اجتماعية يقعد واحدة بالبيت أصدقاء محدودين ما له خلق أحد ما يحب يطلع ويجي ويروح منا منا وبالنتيجة شي يصير بي قلق وتوتر هاي واي ناس عبالة عن يقول غلق توتر ما غلق توتر غلق توتر عادي يا مو عادي شنو غلق توتر هذا غلق والتوتر قد يطوغ الاسم اصلا مش ما من يطيع غلق توتر هذا يفده نوع هرمون ياكل عقلك يزقر العقل هذا مو عقل اذا صار عندك غلق والتوتر يبدي هذا عقلك يصغر ياكل اكل يعني وايد دائما بالحلقات اقول قلق والتوتر قلق والتوتر حتى مسوي حلقتين عن قلق والتوتر عقلك يبدي ياكله الامور لا تاخذوها بنظره شفويه بسيطه انت روح شوف هذا قلق والتوتر شو يسوي بجسمك بعدين حل الامور زين في الدراسه صارت ب 2015 شافوا يسوي اجهاد اجهاد قلنا شنو انه يصير فتح حال جسمك من التعب وانت كل شيء ما مسوي فانت نقول انه انت كل شيء ما مسويه وعندك اجهاد عندك تعب اذا تروح تسوي اشياء بعد شيء يصير بك يصير عندك الم مفاصل وجع بالعظام وجع بالعضلات تعبان وجع راس خمول تشتت احنا نقول اتول تنثول ها بعد شيء يصير حسب هاي الدراسه اللي صارت في 2015 يقول لك بسبب هاي الحاله اذا انسان بقع عليهم يعني ما عالج بصوره صحيحه من الزواج يصير فتح من الحالة اللي يسموه عدم رضا الجنسي عند النساء وهاي حالة كلش خطيرة إذا صار أكو فتح حالة اسمها عدم رضا الجنسي عند النساء احتمال الطلاق يرتفع يرتفع هو مرتفع هو مرتفع بس يعني واحدة من الأسباب هي واضح عدم رضا الجنسي وكو في الدراسة صارت بالفين وفي 18 شافوا هذا الإنسان يدمن على هذا الشيء عند نوع من إهباط دائمي بنفسه مو ما عنده ثقة بنفسه وعزة بنفسه نازلة ويشوف هواي فرص تضيع من عنده ودائما عنده قلق والتوتر وفاشل بدراسته وفاشل بهواي الأمور فيصير عنده إهباط إن يصير إنسان عنده إهباط بعد أي شيء تقول له تعال سوي يقول لك عوفه ما بيها ما لي خلق أنا علما داعيش ما أريد لا ما أريد أسوي عوفني ما لي خلقك اليوم ما عاود روح انت بطلع مو عندنا ضايج نفسيتي تعبان اليوم شنو نسوي كل شيء يعني ايش تفسير ما ادري روح من يمي روح من روح مو عندنا هاي اسباب ما اقول لك اي واحد انت ابوكم انتم مو تشوفون هاي الحلقه وتصيرون محللين نفسيين وتروحون هاي الامور تطبق على الاخرين ها انت هيش لعد انت فلان شي بيك لا بطلع مو كل ما يشوف حلقات يصير لي دكتور نصر الدين فد ملحوظة تراني مو دكتور انت تصحوا لي دكتور انا هاي الامور اسوي ابحاث اسوي اغلب الدراسات واذكر كل الدراسات والابحاث اللي صارت جوا بالوصف فهذا مو كلامي ما علي لكم ما راح اطلع هاي الابحاث والدراسات اللي تصير في الجامعات في جامعات محترفة يعني دراسات راقية قوية انا يروح اقراها هذه الدراسات باللغة الانجليزية اقراها استنتج من عندها اقدمها لكم وجوه اكتب المصادر زين حتى تتاكدون بان كلامه من عندي من هاي المصادر تقدرون تروحون ذاتو عندكم خلوق عندكم الوقت انه تتعلمون اكثر تروحون تقرون هاي المصادر فاتمنى هاي الامور دائما من تتعلموها تطبقوها على نفسكم تطبقوها على الاخرين تقول حسن عبيدي قال لا السالفه بطلوا هسه ناس الابحاث اللي صارت على علوم الاعصاب وتدرون بي يعني أموت على علم الأعصاب هو علم الأعصاب يقول لك
مثل ما باقي العلوم الأخرى تقول، يقول لك يفلش التركيز وقدرة التعلم والأداء الجسدي. هذين شوف أعظم مهارة عند الإنسان هي التركيز يا حسين. بروسلي يقول لا تخاف من اللي عنده ألف مهارة، خاف من اللي عنده مهارة واحدة وأضبط واحد بهاي المهارة. معنى خوفك من الإنسان اللي مركز بحياته بأموره، هذا الإنسان يخوف، هذا الإنسان الموفق ناجح. هذا التركيز إذا تفلش عندك انتهت حياتك، تبدي تشتت. اليوم تسوي هذا الشيء تعوف للنص، تسوي ذاك الشيء تعوف للنص، تسوي ذاك الشيء تعوف للنص. شوف أنت حياتك خلصت وهواية أمور مسويها للنص، وهواية أمور مسويها ما بي أي فائدة، والأمور اللي كان لازم تسويها ما مسويها. ليش؟ تركيز ما كان عندك. فلش عندك التركيز وقدرة التعلم. أيضا كذلك علم الأعصاب يقول ينزل طاقة الجسم وطاقة العقل وحيوية الجسم، وينتج بيك الإجهاد والتعب. نفس الدراسات نفس الأبحاث. أيضا حتى على علوم الأعصاب ده يقولك يسوي بيك إحساس العار والذنوب وينزل ثقتك بنفسك، نفس الاستنتاجات. وأيضا يقولك يقلل نشاطك الاجتماعي. شوف يعني حتى حل دراسات اللي صارت بعلم النفس نفس الشيء ده يقولك، دراسات اللي صارت علوم الأعصاب نفس الشيء ده يقولك. إذا هاي الأمور تقدر تقول إنها غلط والمصادر كلها موجودة في الوصف. فأتمنى استفادتوا من هاي الحلقة وشوي اقتنعتوا بين هاي العادة لازم تتركوها وتتخلصوا من عندها. وهذا تحدي مثل ما قلنا في تحدي تغيير العادات اللي كانت في مدة 21 يوم، بين تغيير العادات صعب، يحتاج صبور، يحتاج تعب، يحتاج إنه تبدون هواي أشياء بحياتكم، بس النتيجة راح تكون عسل. وهذا الشيء يحتاج أو أنا أقول يستاهل إنه تعطون لايك وتعليق حلو ومشاركة. مثل ما تحبون تشاركون هواي أشياء، شاركوا هذه الحلقة ويا الآخرين حتى يستفادوا من هاي الأمور. فأتمنى استفادوا من هاي الحلقة وكتبتوا الملاحظات وصاعدكم فت حافز وفت دافع حتى تغيرون هاي العادات. وإذا تحبون ترجعون طاقتكم الذهنية وتستعيدون تركيزكم وقدراتكم في التعلم، تقدرون تشاركون في الدورات المدفوعة، دورة قراءة سريعة عصبية ودورة الرياضات الذهنية، وأيضا عندنا دورة الدراسات الحديثة المبنية ذني كلنا على علوم الأعصاب. تكون مجموعة من التمارين، مجموعة من الحلول لزيادة قوة الحفظ والتركيز والدراسة والتعلم. وهسه يمكن تسألون في السؤال بين أنا إذا هاي العادة تركتها هل أسترجع جميع قواي؟ إيه نعم، تسترجع جميع قدراتك بشروط ومجموعة من التمارين. ومن سأقول لكم واحدة أو اثنين من التمارين اللي إذا تسووها بعد ما تتركون هاي العادة وأثناء تركم هاي العادة، اثنين: ممارسة الرياضة بشكل يومي أو الرقص. الرقص يعتبر حسين نوع من الرياضة. ليش؟ لأن بيها حركات. أنت أي حركات تسويها تكون متناسقة، مو هاي حركات المادي شلونها ورقص المادي شلونها، لا، رقص بحيث يكون حركات من... أنا ما ترى ما أقول أحد روحوا رقصوا، أنا أقول لك مرتبة الأولى رياضة. رياضة، وهاي الرياضة دائما تغيرها، يعني بيها يكون مجموعة من الحركات. هاي الحركات مثلا تمارين صدر نبدأ بيها مجموعة من الحركات تسويها. الشهر الجاي بدل الكورت صيغة حركات. هاي الحركات بالأصل تبني ارتباطات وروابط بالدماغ، حركات جديدة. فالرقص من تجي للرقص، شوف الرقص حركاته أكثر من شنو؟ هنا الحركات الرياضية. فمثلا احنا ندري انه ما عندنا يمكن بهاي المحافظات من العراق ما عندنا قاعات رياضية وندية خاصة للنساء، ويمكن اكو بس اكو مثلا عادات مثل ما نقول انه البنية ما تقدر تروح تلعب رياضة. عندنا هاي الامور ليس موجودة بالعراق. ف يعني كل من ياخذ شيء لوالمه ويسويه بنية استرجاع طاقته الذهنية، طاقته العقلية، زين، تتعلمون مثلا حركات جديدة، حركات ذهنية، حركات رياضية، وتنشطون عقلكم. هاي الشيء الأول. الشيء الثاني التعلم، القراءة. إذا تبدون كل يومية تغرون لمدة 30 دقيقة في موضوع حلو، مو منهج أكاديمي، لا، تغرون مواضيع حلوة، تجيبون كتب حلوة تغروها، أيضا تسترجعون قواكم العقلية. هاي المعلومات اللي بالكتب يبني لكم ويكون لكم خلايا وارتباطات عصبية، مما يؤثر على نشاط وحيوية الذهن. ومن خلال القراءة السريعة، دورات قراءة سريعة ورسم خرائط الذهنية، تقدرون تكونون ارتباطات وخلايا عصبية بسرعة كبيرة. مثل ما تشوفون هاي كان حلقة اليوم 35 دقيقة، اليوم أنا تكلمت من خلال هاي الخريطة الذهنية واحدة، يعني كتاب كامل تلخصوه في خريطة ذهنية. ليش؟ لأن بالأصل أنتم ما ملخصين هنا، هذا الشيء هي خريطة لعقلكم، معلومات كلها موجودة هنا،
معلومات دائما ايش تقرون موجودة هنا، بس تحتاجون الى الطريقة والاداة الصحيحة والغوية اللي من خلالها تسترجعون جميع المعلومات. كل شيء احبكم ونكمل في الحلقة القادمة. انا كنت حسن العبيدي وهذا كان درسي في هكر النبوة.